السلام الله عليكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحصة من تغطية المغاربية. قضيتنا اليوم مشاهدي الأكارم تخص عائلة بوسديرة محمد، والتي بدأت القصة أو قصة معاناتهم قبل سنة تقريبا من اليوم، أي في 21 من شهر مي، بعد أن قدم المخطر القضائي مصحوبا بعدة أفراد لرجال الأمن، وتم طرد العائلة بطريقة بشعة من منزلهم الذي آواهم لسنوات طوال. فمن وراء هذا الطرد التعسفي، ومن أوصلهم إلى هذا الوضع المزري؟ هم يقولون أنه هو قاسم كافي ابن الراحل رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي، وهو في نفس الوقت صهر السيد بوسيدة محمد الحاضر معنا رفقة حربه. ولنتعرف عن قرب عن ما الذي جرى فعلا، وكيف تم استعمال النفوذ والنصب والاحتيال كما وصفها القضاء الجزائري، يسعدني أن أرحب بالسيد بوسيدة محمد. أهلا بك. وسيدة بوسيدة فاطمة الزهرة، يعني في أولا المشاهد الكريم مشاهد قناة المغربية يحب يعرف يعني القصة كيفاش بدأت. بسم الله والصلاة والسلام. هي لو سمحت نعاود نحكي من يعني من الاول خلاص. يعني احنا اولا يعني المشاهد الكريم يعرف اي شيء على قضيه بوسيدة وعائله بوسيدة، ماذا بينا نعرفوا حنايا واش وقع يعني. هو هذا قاسم كافي وزوج اختي على كل حال، وهذا الشيء هذا الزوج هذا انا اللي قدمته لاختي، انا اللي زوجته مع اختي. أيوة. بعد ما رحنا ميم عند البلديه سنين العقد الزواج باباه المرحوم على كل حال، وانا هذا الشيء وقع، وقعدنا نصبه مده يعني نقولوا مده طويله. ايوه. المهم انا باش نعاود نحكي على الاخر، انا عندي داري كنت لاباس عليا في الثمانينات، ساكن في الثمانيه انا والزوجه وولادي على كل حال. وين هذه دارك؟ في الاربعه. الاربعه يعني جويه العاصمه يعني. في العاصمه. وانا نخدم تما في سيدي موسى، كنت انا ذاك نخدم في الدي ان سي. ايوه. في الدي ان سي، والزوجه تاعي معلمه استاذه في التعليم. أيوة. تخدم تما يعني في الاربعه، يعني قضينا ايامات الحمد لله مده سنوات وحنا عايشين فيها. جاء نهار وين الدراري ولادي قالوا عندي اربع اولاد. الله يبارك. يبارك فيك. جا نهار وين ضاقت علينا شويه البارتما، كان عندنا انا في تروا. نعم. حبينا نبدلوا نوسعوا عليها. نوسعوا. يعطيك الصحه. نزيد نقول لك يعني لحقت وين حوس، رحت تراب في بيرتوتا وين دفعت عليه، يعني عطيت عربون هذاك الوقت باش نشريه، وقعدت نحوس. تكلمت مع الاخت تاعي الزوجه تاع كافي، عرضت عليا هذا السكن اللي في جاي في عين بنيان تاع لو بي ال اف، هو كان يعني كان هو مين جابوا هذا السكن تاع لو بي ال اف؟ هو عطاته له لو بي ال اف، انا ذاك عطاه له، وعنده شويه معارف راك تعرف وليد كافي، وليد الرئيس علي كافي. ايه عطاه له ذاك السكن هذاك، واش هو كان يعني كركاس ماشي كامل. المفيد تفاهمنا وراه لي، قلت له ما كاش مشكل. قال لي أني دافع عليه 70 مليون هذاك الوقت. أيوة. قال لي ترجع لي دراهمي، قلت له ما كان حتى مشكل. دفعت عطيت له 70 مليون، وهذوك 70 مليون باش عطيتهم له، بعت الدار اللي كانت عندي تاع الاربعه، بعت الدار تاع الاربعه باش عطيته 70. باش عطيته 70. يعني هو ما داش معاك الفايده يعني؟ هو صراحه ما داش، قال لي رجع لي الدراهم. يعني كان هذاك الوقت نقول لك الصراحه كان حشمان، شغل جاتو مع النسبه جديده ودا حشمان يطلع يدي مني دراهم. أيوة. وطرما هو يعني الشغل تاعو هذا هو يجيب لي زابارتومون ويبيعهم باع للناس باع قداش الابارتومون. يعني انت تقول باللي هذاك الوقت كان لاباس عليه، كان عنده الفلوس، كان مرتاح، قال خلي نسيبي يسكن، انا نعطوا له دار، انت بعت الدار تاعك وخلص. وعطيته 70 مليون هذوك. أيوة. وكي كانت هكذاك على يعني كركاسه قال لي خدمها، وكانت ماشي خالصه قال لي خلصها ومبروك عليك. ايوه. كي عطيت له دراهم مشينا رحنا لعند البلديه. الحاجه الاولى اللي درنا دار لي تنازل، شهاده التنازل. ايوه يعني شهاده التنازل احنا موجوده عندنا يعني. يعطيك الصحه. ويعني مشيني فيها رئيس البلديه كل حاجه، واعطاها لي واعطاني جميع الوثائق تاع الدار، لي ديسيزيون دافيكتاسيون اللي عطاهم له رجعهم لي، واعطاني الرسو تاعو تاع اللي تاع 70 مليون اللي كان دافع عليهم، هذاك الرسو عطاهم لي. أيوة. وزاد لي
يعني باش نقول لك باللي الانسان كانت ذاك الوقت بالك نيته صافيه، زاد اللي مام ليكسيرنيسونس تاعو باش زعما ندير ان دوسي وندفعوا لو بي ال اف ونريغولاريزيو. يعني لحد الساعه رانا عائله، احترام متبادل، حك لي ظهري حك لك ظهرك، خلاك تسكن. واش قلب الارض من بعد؟ يعني انا جاي ولا سمحت بعد ما خلاص الدار خدمتها على كل حال كملناها سكننا فيها، باسكو كنت بعد داري ما عنديش دار اخرى. أيوة. كنت لازم عليا مفروض باش نسكن الدار هذيك، سكنناها على كل حال، ومن بعد قاعدين عايشين تما. وزيد نقول لك يعني واحده ما بين قوسين، في 2003 شوف الامور كيفاش كانت تمشي. انا درت العرس تاع بنتي، زوجتها يما. أيوة. حضرت معانا في هذاك العرس، جات لعندي وحضرت وفرحت وجابت لنا يعني كادو يعني. انا ذاك المفيد يعني ما تقول زوجة الراحل عليك. الراحل انا. ايوا ما لا وما قاعدين عايشين هكذاك حتى 2006 لو بي ال اف بعثت من ميزون دو مير اونون دو كافي قاسم، يعني باش يخلص الدار دون المبلغ قريب 900 مليون. يعني الدار ما كانتش خالصه. ماشي خالصه. أيوة. انا هذا هو المسؤول، علاش ما قدرتش ندير الكوارت؟ باسكو الدار ماشي خالصه. ايوا المفيد كي بعثوا لنا لا ميزون دو مير هذيك، انا هو ماهوش هنا، هو كان عايش في اسبانيا على كل حال. انا جريت رحت شفت هذا الويسي، ومن بعد بعد ما شفت الويسي رحت طلعت شفت لي ريسبونسابل تاع لو بي ال اف، قلت لهم انا هذا الشيء هذا اللي نتكفل به، قلت لهم الشيء اللي كاين انا نخلصه. اتفقنا. قال لي واش هو؟ قال لي لازم تفرسي لي مبلغ مع الاول، ومن بعد نديروا لك انا الشيونسي. قدم لي مام المدير العام تاعو. هذه في لو بي ال اف. أيوة. قدم لي مام المدير العام تاعو، جا ليا قال لي ذاك الوقت قال لي خلص الدار ونعطوك نعطوك العقد. أيوة. هكذا مدير العام صار بالكلام هذا. كما كان الحال انا رمص الدراهم، بعنا الشيء اللي بعنا، الذهب تاع الزوجه، الكاميو تاع الاولاد، سلفنا، جمعت 330 مليون في هذاك الوقت. والدار شحال تعملت كلها؟ هي الدار تسوى قريب 900 مليون عند لو بي ال اف. عند لو بي ال اف. نقول لك على 900 قريب 900 مليون، باسكو كانت كوم بطينا ما خلصناش فيها، فيها دي زانتيري يعني طلعوا لي زانتيري فوائد، نسبه فوائد طلعت. نعم. المفيد دفعنا هذه، دفعت له لا سوم هذيك ودفعتها في فلاكناب على كل حال، طلعت لهم عطاوني لور دو فيرسومون ورحت للسطاولي دفعت لهم دراهم. ومن بعد داروا لي ان شونسي وين كل ست شهور لازم ندفع لهم دراهم. ايوا كيما كان الحال، درت سلفت من عند لابونك، نخدم في لابونك انا ذاك. سلفت الدراهم اللي سلفتهم دفعتهم على الجدار. يعني سلفت باش تغرم باش الدين. نغرم الدين باش نسلك الدين. يعني الدين فوق دين. فوق دين، نعطيك الصحة. أيوة. الدين فوق دين. المفيد دفعتهم، ومن بعد زدنا ياما، زدت كيف زدت درت لوتر بري، زدت سلفوا لي، زدت دفعته حتى 2009. 2009 صفيت كاع الدار، خلصتها كاع عيتك. كي خلصت كاع عيتك والوثائق كاع عندي، كاع لي روسيو عندي، انا نخلص ولي روسيو عندي. ايوا ما عندي في الدار. كي خلصت هذه الدار هذه، تكلمت مع الاخت، قلت لها اختي، قلت لها انا الدار انا الحمد لله كملناها، قلت لها دوك اليوم لازم نديروا الكوارت باش نتهناو. يعني انا قلت لها هذا الكلام، هي وصلته للراجل الزوج تاعها، عيط لي في التليفون. ايوه عيط لي في التليفون، قال لي انا باش ندير لك الكوارت هذاك الوقت انا ذاك، وقال لي عندك خبر لي موبيليزاد والدنيا، قال لي لازم تدفع لي مليار ونص. يعني هنايا خلصوا له الدراهم في الحكايه هذه. ما عندوش دراهم. بكري كان عنده الفلوس عاونك، الان خلصوا له الدراهم، قال وين نروحوا؟ نروحوا عند جارتي، عند نسيبي العزيز. نعاودوا يرجع لي الدار تاعي اللي راهي تصبح لها الان ولات سوا غاليه. سوا غاليه هذيك الساعه. وقال لي قال لي مالا باش نديروا هذا الشيء هذا؟ قال لي لازم تعطيني الفلوس. قلت له يا اخي، قلت له ما تكلمناش على هذا الدراهم اللي نعطي لك. خمم قال لي مالا نديروا حل. قلت له ما هو؟ قال لي نبيعوا الدار ونقسموا. قلت له ما نبيعش الدار انا، قلت له هذه داري تعبت عليها، انا خدمتها، قلت له تقعد داري. قال لي مالا نشوفوا كيفاه. رحنا ما تكلمناش، وقلها 3 شهور ولا 4 شهور من بعد، حتى رفع لي قضيه في المحكمه. المحكمه يطلب لي باش لازم نخرج من الدار هذيك. ايوه ايه. ومن بعد انا كي رفع لي القضيه هذيك، على كل حال جرينا ودرنا لافوكا ودار لافوكا، تهدرنا الحاصل. خطره في شرقه، حكمت المحكمه تاع شرقه في صالحي.
هو طلب باش نخرج من الدار والمحكمة حكمت في صالحي. ما قعدنا في الدار. ومعد هو إلى في كاساسيون راحت لاكور دو بليدا. لاكور دو بليدا بعد ما شافوا ربما باسكو العقد أنا كي خلص باسمه. أيوه. كي خلصت خرج العقد هذاك خرج باسمه. كي خرج المحكمة تاع لاكور دو بليدا كي شاف هذاك الشيء أعطته الحق. كتبت ميم في الحكم تاعها في القرار باللي لازم نخرجوا من الدار، طرد من الدار. بصح ما كتبتش باللي طرد وهو يبيع، ما قالتلوش يعني هما كي خرجوكم الان من الدار، خرجتوا من الدار، هو قام ببيع البيت ومازال يعني الحكايه هذه مازال قضيه في المحكمه. محكمه انا جايك كي باعها كي خرجوا لي هذه الاخرى، انا رفعت قضيه اخرى تاع الاسكروكري. هذا الانسان هذايا بعد ما شمت الثقه اللي درت فيه وحطيتها فيه خدعني، كي خدعني رفعت له قضيه. رحنا دزنا عند القاضي التحقيق، عيطنا سمع منه وسمع مني، ومن بعد تاع القاضي التحقيق عاود رفع دار هذه القضيه ادها للبينال، ولات عند البينال. أيوة. وقفنا عند البينال في شراقة، ومن بعد وقفنا عند الجوج تكلمت الشيء اللي راني نقوله لك انا قلت له قدام الجوج، ومن بعد كي عطاته الكلمه اللي هو نقول لك كل صراحه يعني حشمته قدام الناس خاطر يتكلم ويكذب ما عرفوش يهضر. عادي يقول كلمه ومن بعد يعاود يقول كريت له بعت له ما مديتلوش، قاعد الحصر غير يدور. أيوة. نفس تاع الكذب هذا. ومن بعد هذيك لا جوج هذيك قالت له اسمح لي هكذا، قالت له اسمح لي انت صراحه تاعك كاع تناقض. التصريحات تاعك يعني كان كلها متناقضه وما ماكش ما عرفكش واش راك تقول. يعطيك الصحه. وقالت له حكمت لينا. كي خرج القرار قبل ما يخرج القرار لو بروكيرور اللي كان ثما اقترح عليه عميل حبس نافذه. ايوا هذا البروكيرور يلا بروبوزي يا اخي. ومن بعد غدوهم داك صرحوها في الجريده تاع النهار باللي وليد كافي حكم عليه اقترح عليه قتل. سمانه من بعد خرج الحكم تاع الجيش تما في شراقه حكموا عليه عام حبس غير نافذ وغرامه ماليه. هو واش يدير؟ يعني راح كسر الشرع وراحت القضيه ترفعت لاكور دو تيبازا. ايوا كي راحت لاكور تيبازا كيف وقفنا قدام الجوج هو يهضر وانا نهضر. وهذا كان هذاك اللي كان نقول لك الجوج قانيت يعني الشيء اللي قاله له بهدله، قال له متى ما تحشمش والله لو كان فتحت القاعه انا في البلاصه كنت ندخل فيها. ما حشمش وقعد الحاصول غير يدور ويدور ويدور. ومن بعد يا اخي خرج القرار النهائي من عند لاكور دو ديبازا، قررت باللي ايدت الحكم تاع شراقه. يعني حكمت لك حكمت نفس في صالحي. أيوة. اي ايدت الحكم. بعد هذا الشيء قاعدتك يا اخي دوك انا هذه الايامات ما جبت خبر حتى سمعت باللي الدار حب يبيعها. كيفاش يبيع الدار؟ يعني ما اي حق يعني يخليه يبيع الدار والدار مازال في نزاع. والله نرجع لك ليك السيده فاطمه الزهراء في هذه القضيه، يعني في هذه القضيه بيع الدار. هنا قال لي سي محمد باللي عرضوا يمات قاسم العرس تاع بنتكم، يعني كان نونتونت، كانت يعني علاقه حميميه. يعني انت واش حسيتي في هذه القضيه كلها؟ انا صراحه انا يعني لو سمحتوا يعني دابوغ انا خدمت 32 سنة عندي. نعم. يعني عندي غير عام اللي راني في كي كنت مدرسة يعني أستاذة في التعليم في التعليم أستاذة في اللغة الفرنسية تعليم المتوسط. ويعني كيما يقولوا 32 سنة عمل وزيد زيادة عن الدروس الخاصة اللي كنت نمدها الدروس الخصوصية كنت نمدها. يعني كاع هاد العمل كاع هذا الجهود كاع اللي درتها يعني باش تكون عندنا يعني باش بيت كبر الدنيا كما يقول كبر الدنيا ككل مواطن جزائري او مواطنه جزائريه. نسيب روحي يعني اخر عمر يعني خرجت اون روتريت جانفي 2014 ومي 2014 نسيب روحي برا بدون مأوى. احنا هنا السؤال اللي نطرحوه يعني كيفاش تغيرت هذه العلاقه تاع العائليه علاقه الوديه هذه تغيرت هذه العلاقة. تغيرت كان يعني كانوا لاباس بهم يعني هذه الزوجه تاعو لوستي وتجي لعندي ويعني حتى بالعائله تاعو ما على بالهم بلي الدار ماهيش ليه، على بالهم بلي الدار تنازل عليها. يعني حتى واحد ما جا
يعني غير الام نتاعو اللي جات وجات لقاعه الحفلات ما جاتش مام با للدار ما تعرفش حتى للدار والله ما تعرف الدار واحد منهم ما يعرفش الدار وحتى هو والله ما يعرف حتى الدار كيفاش عامله لداخل يعني ما شاف البنيه نتاعها ما شاف يعني وكان يدخل البيوت هذوك ما يعرفش كاع كيف وش يعني هي كانت هيكل كانت اون كاركاس وانتم بنيتوها بنيتوها بالعرق تاعكم عايش في اسبانيا وكي يجي في هو كان في اسبانيا في اسبانيا عايش يومين هذا مازالوا في مغربيه عايشين في مغربيه وما يعرفش يعني نقول لك والله ما يعرف ما يعرفش الدار كيفاش عامله لداخل ونهار دارت عليهم كيما يقولوا دارت عليهم الدنيا كانوا عندهم وكانوا لاباس بهم كان عنده شقات يبيعهم ثاني يعني هو شو كي كان يتاجر بهاد هذا هي هذا خدمة واش يخدم هو ما يخدمش عمرو ما خدم يعني عمرو لا خدم ولا كان يجي يوري روحه يورينا كاش فيش دو باي ولا الى عنده ولا كاش عنده يعني عمرو ما خدم وهذه الخدمه تاعو هذه هذا السؤال هذا لازم نطرحوه الان ومعنا الان الاستاذ عبد الغني بادي او معنا على الهاتف من الجزائر استاذ عبد الغني بادي انت كنت تسمع في مجريات هذه القضيه احنا كما قلنا ان هذا قاسم كافي وهو ابن الرئيس الراحل علي كافي حكمت المحكمة ضده مرتين لكن مع هذا كما كنت سمع تمكن من بيع الشقة هذه أو البيت هذا الفيلا هذه لماذا في نظرك؟ أظن أن البيع البيوع لا سيما البيوع العقارية بصفة خاصة هي عندها نظام قانوني خاص يتعلق الأمر الهام جدا في البيوع العقارية بالشهر وبالملكية الملكية التي يجب أن تكون كاملة ويكون يعني العقار هذا مشهر وملك للشخص الذي يتصرف فيه يعني لا يمكننا أن نتصرف هكذا تصرفات في عقارات أولا عن طريق التنازل عن طريق البلاغ هذا أولا إجراء خاطئ قام به البائع للمشتري هو من ناحية القانونية عمل غير صحيح لكن بين قوسين أستاذ بادي التشهير قد تم في الآونة الأخيرة قبل البيع كان تشهير لكن البيت في حالة نزاع وموجود الآن يعني كانت قضية مرفوعة وما زال ما فصلتش فيها المحكمة نهائيا كيف يتمكن صاحب البيت من بيع بيت هو متنازع عليه أصلا لا في الحقيقة عدم هناك استحالة للتصرف في العقار لا سيما إذا كان هذا العقار محل نزاع ويعني كان الشخص اللي تصرف فيه محل منازعة قضائية وكانت يعني إجراءات تتعلق بهذا العقار ما زالها قائمة أمام المحكمة يستحيل من الناحية القانونية التصرف في هذا العقار ويمكن للعدالة كل جول للعدالة لإبطال هذه التصرفات التي نتجت عن بيع أثناء الخصومة وأثناء يعني حتى يعني ولم يتمكن يعني صاحب البيت من وضع حجز تحفظي على البيت نعم بطبع لا الحجز التحفظي احنا الاشكال متعلق اذا الشخص هذا اللي باع عن طريق التنازل اللي يكون عن طريق في البلديه وهذه الاجراءات يعني اجراءات في الحقيقه اجراءات خاطئه يقدر شخص اذا راني مدني بمبالغ ماليه واثبت اني يعني مثال مبالغ ماليه يمكن الاجراء تحفظي على المنزل حتى نستوفي ديوني معنا الشخص هذا اللي باع له السي قاسم يقدر يدير حجز تحفظي باش يستوفي ديونه اللي هي المبالغ اللي راهي موجوده عنده باش يسترجع على الاقل الاموال اللي راحت منه لكن باش نكونوا باينين سي استاذ عبد الغني بادي احنا قلنا ان البيت خرج له العقد تاعو يعني اتشهر وفيه عقد تاعو لهذا حاب يسالك محمد بوسيده عن اخي عاد نسمعك جيدا هناك يعني مش في حق صوتك يعني بطريقه نقص يعني عندي ممكن محمد بوسيده حاب يسالك من فضلك يا استاذ اسمح لي من فضلك هذا ماشي نسمعك مليح يا استاذ انا بوسيده محمد انا اللي مظلوم يا استاذ اسالونا نعاود قول يا استاذ من فضلك كيفاش هذا الانسان يقدر يبيع الدار ويعني والسيد اللي باع له راهو سكن فيها الدار وراح لها الدار مهما رحت ليه لهذا الانسان قلت له يا ودي هذا اللي باع لك راهو خبى عليك حوايج ما قالكش الحقيقه
قلت له رايك الدار هاي مازال في حاله نزاع. قلت له بلي رفضنا درنا كاساسيون في فلاكور سوبريم والقضيه مازال ما جاتش فلاكور سوبريم. قلت له كيفاش يعني انت تقبل هذه الامور هذايا؟ قال لي انا عندي درت عقد. قال لي هذه داري. قلت له ماهيش دار. قلت له مازلت في حل النزاع هذا. وغني راني نتسائل يا استاذ ولا سمحت كيفاش هذا الانسان كافي قاسم يعني ما على باله باللي راه محكموا عليه بالنصب والاحتيال على جال هذه الدار هذه ما يسكروك يا استاذ. وكيفاش يقدر يروح باش يبيع هذه الدار هذه ويرفض الفلوس؟ لا شوف اخي المحترم, الشخص الثالث او الطرف الثالث في الخصومه اللي اشترى يعني العقار هذا من السي قاسم, اذا اشترى بموجب عقد صحيح يعني شراء بعقد صحيح وتم شهره في المحافظه وتمت كل الاجراءات ويدعي انه حسن النيه وما كان حتى اعتراض على البيع في اجال محدده وما كانش مسجل انك هناك خصومه في المحافظه العقاريه انه النزاع هذا انت راك درت عليها يعني كان فيه رهون ولا كان فيه مشاكل ولا فيه حتى حجوز محل حجز تحفظي, الشخص هذا يعتبر يعني مشتري يعني العقد بالنسبه له صحيح. الاشكال يرى مطروح الشخص اللي باع له هو كما تقول انت انه نصب عليك هذه والقضيه في المحكمه العليا تبقى يعني القضيه قضيه تعويضات ماديه. انا نظن انه تبقى تعويضات ماديه لانك انت وقعت ضحيه نصب واحتيال وراك طرف مدني في القضيه. ما يتعلق بالعقار انت حتى الطريقه اللي شريت بها العقار اظن انها طريقه ما كانت سليمه 100%, لانها لو كانت سليمه كان لا يمكن لاحد ان ينزع منك هذا العقار, ولا يمكن بعد مرور فتره معينه بعد قيمة العقار يجي يقول لك لا نعاودوا نتراجعوا البيع او حتى انه ينكر البيع اصلا, لانه التنازل والديزيستمو عند البلديه وهذه الوثائق هي غير حجه ماهيش مقبوله اصلا خلاص امام العداله. اللي تقبل العداله في المسائل العقاريه هي العقود المشهره والمسجله والتي تكون هي اللي تكون ناقله للملكيه, ما عدا هذه الوثائق هذه كما نقولوا احنا بابي تامبري والوثائق العرفيه لا يعتد بها كحجه امام العداله في القضايا العقاريه. معناها انت تم النصب عليك عندما ابرمت عقدا بالتنازل, وهو والشخص هذا ممكن كان وجد له العقد اللي باع لك كان وجد له العقد وتصرف مع شخص اخر ضحيه نصب. من حقك المطالبه بالتعويضات كامله, ما عندكش الحق الطالب الشخص الثالث يشترى العقار وتقول على شيء العقار, هو بالنسبه للقانون هو تصرفه سليم على ما اظن. هذا رايي يعني نرجع ونقول ان القانون لا يحمي المغفلين في هذا الشيء. سي عبد الغني هي بطبيعه الحال لانه الاخ من المفروض ان العقار لا يشترى بتنازل, العقار يشترى بعقد مشهر لدى المحافظه العقاريه. كل لا يعتد بالوثائق العرفيه في القضايا العقاريه, يعتد فعلا لأن الوثيقة عند البلدية. هناك من يعتقد أنها وثيقة رسمية كون البلدية هي رسمية, لا, الوثيقة أمام البلدية للتنازل وما شابه ذلك هي وثائق غير رسمية. الوثيقة الرسمية التي يعتد بها العقار هي الوثيقة التي تحرر لدى الموثق وتشهر بالمحافظة العقارية وتسجل, هذه الوثيقة الرسمية. لكن نحن نعلم كما تعلم أنت أستاذ عبد الغني بادي, نعم نحن نعلم أن مئات الآلاف من العقارات في الجزائر تباع وتشترى بهذه الطريقة, طريقة التنازل وطريقة التشهير. عادل أسمعك جيدا أخي عادل, والله لا أسمعك جيدا صراحة. لا ما يهمش أستاذنا, شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني بادي محامي وناشط حقوقي. نرجع الآن إلى سيدة فاطمة الزهراتي. قلت لي الآن يعني لافي تاع لافوكا إلي أن بو ديفافورابل كيما يقول لك, ما يقول لك باللي القانون لا يحمي المغفلين, لكن احنا في نفس الوقت مشيتوا القاضي والقاضي حكم لكم ليكم لصالحكم وشاف باللي أن فيه نصب واحتيال من قبل هذا الشخص. يعني هذا يعني انسى قضيه العائله, انسى قضيه الود, انسى هذا الرابط اللي كان بيناتكم, وفيه وقعت حقره بين يعني خدعه وحقره. يعني انت يعني قلتي 32 سنه وانت تخدمي باش ديري هذا السقف, هذا باش نديروا هذا السقف, وكما يقولوا 32 زاني دو ترافاي دو ساكريفيس. Et en fin de compte, il nous a spolié, il nous a escroqué. Voilà, c'est ce que je peux dire.
et ça il le sait hein. Je sais pas où la rahmi rqdo qui huwa ki marto ma naf la rahmi rqdo je sais pas je pense pas parce que على بالهم بلي هذا الشيء ماهوش تاعهم حتى ولا داها الدراهم رفدهم ما راحش ينجح بهم. هل في مره هذا خطرت لك في بالك مشيتوا عند الاب ديالو على كي كان في حي هل مشيتوا عنده وحكيتوا له على القضيه هذه قبل ما يموت؟ يعني استاذ انا ندخل هنا على كل حال انا كي كان نهار 2009 كي رفع لي القضيه انا جاتني عيب كيفاش عائله تلحق لدار الشرع خممت لهذا الشيء هذايا واش درت رحت ليه ثلاث خطرات وانا نلحق لعند باباه لحقت ليه الخطره الاولى ما استقبلنيش رحت ليه الخطره عاوت رجعت له غدوه من داك ما استقبلنيش ثلاث خطرات ما استقبلنيش ومن بعد مام لحقت خليت له كتبت له رساله خليت فيها كاع لي كوردوني تاعي في الرساله وبعتها له ما جاوبنيش يعني باباه الله اعلم دوك ولا عنده خبر بهذه القضيه ولا ما عندوش خبر مانيش عارف ربي اللي عالم مي رحقت ليه جيب خممت لهذا الشيء هذايا باش نخبره على الاقل شي لاوي صرا مي قلت لك رحت ليه ثلاث خطرات ما استقبلنيش خليت له رساله كيف كيف نعم ما كانتش عندنا علاقه مع يعني مع الرئيس يعني هما ما عمرنا يعني حتى نقولوا يعني نساب انتم ولكن ما كاش علاقه ما كاش علاقه عائليه يعني ما كاش علاقه يعني الخطره يعني الخطره اللي جات لعندنا يعني قاعه الحفلات في يعني عرس في العرس هي قضيه بنتي. طبقيه يعني ولا هذيك يعني ماشي انتم مش من الليفو تاعنا ما كانش علاقه ما عندناش علاقه يعني بكل صراحه ما كانش عندنا علاقه عائليه ولكن هما راهم يعني كانوا على بالهم باللي وليدهم تنازل على الدار على بالهم مدة 20 سنة ما يعرفوش الدار عمرهم حتى هو كان في إسبانيا ما يعني عمرهم ولا فقدوا الدار ولا جاوا يحوسوا عليها ولا شافوها ولا ما يعرفوهاش يعني الآن يعني الآن باش يفهم المشاهد الكريم راكم بدون مأوى بدون مأوى يعني نعم. من العام اللي فات تقريبا عام راكم بعدكم شبيت الآن وشنو هو الحل وكيفاش تشوفوا في المستقبل تاعكم أنا يعني اسمح لي أنا نقول لك صراحة يعني كنت عندي امل بزاف بعد ما درنا الطعن في المحكمه العليا كان قلت النتيجه هذه بالك ربما راح تكون في مصلحتنا بعد ما الشيء اللي حكموا عليه باللي استانيسكرو قلت انا هذا النصب هذايا ربما يكون في فائدتنا فهمت كيف دوك رانا مازلنا يعني نستناو في هذا الحكم النهائي هذا الحكم النهائي تاع لا كور سوبريم وكاين ربي سبحانه فهمتني كيف هذا هو وطر ما انا الكل هكذاك الكل ما رفعتلوش قضية الكل ما رفعتلوش هذه القضية تاع النصب والاحتيال نقول ربحني في السيفيل ربحني خلاص عليه من الحمد لله يعني هذا الشيء هذا القضية كاع عيتيك رايحة هي اللي شكروكري باش نال هذا الشيء هذا بالك اليوم بعد دار بنالها بالسكروكري بالخداع وكل حاجه. يعني انت تقول السكروكري احنا يعني هو كطرف ثالث ما كانش موجود. لا عندنا البيان هنا. يعني احنا شفت البيانات. القرارات باينين يا استاذ هذا الشيء هذا ما قلتوش انا باللي سانسكرو شنو غير انا انفونتي انا راني نتبع الحمد لله قلت لك دزنا في العداله والعداله فصلت في هذا الميدان هذا. يعني انت عندك امل ان العداله الجزائريه تجيب لك حقك؟ باش رحنا ليها سي نورمال لكن انا واش فهمت من المحامي عبد الغني بادي نعم فهمت منه انه قضيه العقار راح لانه العقار تباع بطريقه سليمه لانه فيه عقد والسيد اللي راه ساكن الان في داركم بقات قضيه تعويضات الان ويعني انتم كي ما ترجع لكش دارك يعني مهما عوضوا لك يعني واش تكون يعني لا نقول لك الصراحه يعني كي يعوض لك واش يعوض لك دارك هي دارك وشي حاجه اللي تعبت عليها انت بنفسك بعرقك بمالك ومع تسوبها تروح لك في اخر الانسان كيما كانت تتكلم الاخرى يعني في لاروتريت تشوف الامور تمشي لك هكذاك على 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 انسان حاشاك واش نقول لك ما لكن احنا مشينا في هذه القضيه على انه على اساس ان سي قاسم كافي هو ابن الرئيس هل كان فيكم يعني كان عندك هذيك البديهه ان راسلت مسؤولين في السلطه العليا بحكم انهم عندهم ربما قرابه ولا
يقدروا يعملوا لك اي شيء يعني. شوف يعني صراحه انا بعد ما خرج القرار هذاك تاع بليده ارسلت بعت للرئيس تاع رئيس بوتفليق بعت للوزير الاول وبعت الوزير تاع العداله. واش رجعوا لك؟ قلت لهم قالوا لي محسوب روح للعداله. ها واش قالوا لي؟ قالوا لي روح للعداله وتسمى العداله هي اللي تفصل. وطالما راسلتهم بصح دوك اليوم باسكو كي رسلت لهم كان هذا القرار تاع النصب والاحتيال كان مازال ما خرجش. بصح اليوم راهو بان بلي هذا النصب راهو بان راهو خارج. هذا الانسان هذايا هاو تسمى خدعنا درت فيه ثقه كبيره وخدعني وسمارة وراهم حكموا عليه بلي سي تاني سكرو سي با مون كي لدي هذا الشيء. هذا ما قلتوش انايا، هذه قالته المحكمه تحكموا عليه. هذا هو انا درت امل بزاف في هذا الموضوع في هذا الباب هذايا ودوك قلت لك مازالت لنا الباب وحده. انا كان عندي امل نلحق كيتلحق للقضيه تاع لاكور سوبريم. تسمى لاكور سوبريم كي تعاود تدرس كاع الملف تجبد لابارتي سيفيل لابارتي بينال تحط وتشوف وتقرر تحكم نهائيا. لكن احنا نعاود نرجعوا لك السيده فاطمه الزهراء، احنا ربما المحكمه العليا الان راح تحكم لكم بقضيه التعويضات هذه يعني في اوبير ديكا تحكم لكم ترجع لكم تعويضات دي ومش هي تعويضات اللي يبدلوا لك يعني اللي يحصل لك اون ساتيسفاكسيون قال فوالا هذو في عوض داري. وشنو الحاجه اللي تهنيك؟ انا يعني صراحه باش يعوضوا لي يعني واش يعني تعويضات ما يعني واش كيسكون اسوبي يعني اي حاجه يعوضوها انا ما تسواش يعني. اولا صحتنا يعني دوكا ولينا كاع رانا بالدواء صراحه رانا اوني سويفي بار ان كارديولوج مع لو شوك كون سوبي لو 21 مي تكون في دارك ويصدموا عليك هكذا ويرميو لك قشك برا ماشي حاجه سهله. هذه عمري ولا تخيلتها في حياتي خاطرش كنت كيما يقولوا جيتي اونيت خدامه و جو بونس كو ا ترافير الشاشه الناس بزاف بزاف من الاجيال يعرفوني. بديت نقري دوبي 81 دوبي 1981 وانا نقري وقريت في العاصمه قريت في الاربعاء وفي عين بنيان يعرفوني يعني كاع و يعني تعويضات ماديه ولا ما نظنش يعني راح يرجعوا لي يعني صحتي ولا يرجعوا لي حياتي كما الان. كون نعاودوا نرجعوا في الوقت نعاودوا نولوا في الايامات واش في بالك انت الحاجه اللي تتغير في هذا نعاودوا نولوا في التاريخ نعاودوا نولوا 32 سنه لورا واش الحاجه اللي تحبي تتغير انت؟ يعني العداله نظن ماذا بيا تكون مش عارفه يعني العداله تكون بلو جوست بلو باسكو هما انا نظن في العداله يعني حتى كي كان يسالوا القاضي التحقيق القاضي كان يسال فيه يعني قدام كاع الناس كيفاش كان يعني يتناقض في الاجوبات نتاعو ويقول حتى ولا القاضي يقول له اعطيتني ثلث اما هي الصحيحه اعطيتني ثلث اجوبات ما هي والله الصحيحه يقول له راك مسؤول على واش راك تقول يعني ما كاش عارف كاع واش كان يدير الحق وين قال له بعث له بثلث ملاير في 1994 ثلث ملاير كاركاس غير معقول سي غير معقول يعني اون دوزيام ما تباعوا ديور تما ب 400 مليون اون دوزيام ما لا كاركاس تما تباعت تما مع الجيران ب 400 مليون هو قالوا بعتها له بثلث ملاير وصح عطاني 70 مليون وما كمليش لو غيست يعني هذا قدام اذا كان القاضي راهو يسمع فيا مانيش نكذب قالها له لكن احنا وسمع في القاضي نصفكم يعني القاضي نعم عطانا يعني شاف يعني ولكن ما فهمتش انا كيفاش انسان يكون متهم بالنصب واحتيال وان ميم طون عنده حق يبيع دار اللي ماهيش ويعني ثبتوا عليه باللي ما خلصهاش ما بناهاش وما خلصهاش وما بناهاش ويدي الدار ويبيعها يعني هذه انا ما نكذبش عليك ما قدرتش نتقبلها يعني حاجه ما قدرتش نتقبلها سي لوجيك انا قلت بينال ولا سيفيل هي القضيه نفسها يا منزل
سي لو سي يعني ما كاش حاجه واحده اخرى صح. يعني من جهه تهموه يعني ثبتوا بالتحقيق وبكلش يعني انه نصب احتيال نصب احتيال من جهه اخرى هو وجهه اخرى يعني عنده حق يبيع الدار يتمكن من هذا الدار 15 سنه سي محمد وانت يعني مني بديت تبني في هذا من 95 95 من 95 95 انت الان ما زلت تخلص في الديون للبنك الان كيفاش احساسك يعني الدار هذه ولات ماشي رزقك مش انا نقول لك صراحه داير كي نروح نعاود الرومبورسي شغل جي الشوك ثم ترومبورسي على حاجه اللي ما عندكش سي كيما تقول سي با سي با ما الانسان ما يقدرش يتقبلها مهما كانت مهما كان الانسان ما تقدرش تقبل الامور ورانا وانا عرفت تعرف بلي درت الدين لازم نكملو حتى النهار حتى الاخر باسكو يقعد الدين هو الدين يقعد معلق بصح داخليا والله ماني نتقبلها ما نقدرش نتقبلها بلي كيفاش انسان ما حط عليها لا دور ولا فرق لا والو من بعد يجي يروح يبيعها ويرفد الدراهم ويروح سي 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 با نو سي با ناتروما انسان هذا ما عندوش القلب هذا انسان هذا ما خاف لا قول لي بصح نقول لك صراحه ما خاف لا من ربي كيف يخاف مني ولا يخاف من العداله ولا ما يخافش وزيد على هذه الزياده نقول لك الصراحه هو عنده شويه كان يفتخر شويه ثم اكتفوا اعراض قال لك في كلام في هذا السياق يعني قالها باللي حنايا اكتفنا اعراض مما قالها هو اختي اللي الحاصل هذا الكلام هذا يا صرحوا به ثم اكتفوا مع اعراض اعراض واش معناتها اعراض هذوم محسوب عنده معرفه عنده هذه المعرفه الان دوك العلاقه تاعك مع اختك ما هي العلاقه تاعك صراحه لو كان تلاقى بها ما نسعر ما نقدرش نتكلم معها ودوك مانيش نتكلم معها العلاقة حبست ماشي غير انا لا فامي كاع بعد ما الشيء اللي صرا هذايا هذه العلاقة خلاص حبست هو لكن هو عنده عائلة تاعو عنده اخوه وعنده يماه يعني واش الموقف تاعهم من هذه القضية ما تكلمناش معهم يعني صراحة نقدر ندخل معليش تفضلي تفضلي احنا حبينا يعني كنا حبينا نتصلوا بالام نتاعو الحق يعني ما انا من الام نتاعو ما عندي حتى يعني ما يعني المره اللي جات قلت لك يعني غير في العرس جات في العرس في العرس وكنا كي صرا هذا المشكل هذا قلنا نروحوا نشوفوا الام نتاعو وعندنا يعني واحد من العائله يعني قريب القريب قريب ليهم يعني. قريب ليهم ولينا او ميم طون وليد لوستي قالنا هاو داير اون ليست نوار في الدخله لا لي اسم لي نون تاعكم ما يخلوكمش تدخلوا انتما تابعين القائمه السوداء تاعهم القائمه السوداء ما يخلوكمش تدخلوا سي با لا بين دو فو ديبلاسي كاريمون لان هنا المشاهد يشوف فينا ويشوف القضيه هذه اول مره احنا ممكن هذه تكون بوابه لقضايا اخرى احنا نعرفوا بلي القضايا راي كثيره في الجزائر واش تقولوا المشاهده احنا نطلبوا الناس يعني تأيدنا ويعني كاين بعض انا يعني على بالي بلي بزاف الناس اللي راح تعرفني وتعقلني ويعرفوني ويعرفوني واش نكون يعني استاذه ومحترمه ومادا بيا الناس تتدخل وتهضر كلام الحق وتقول بلي يعني احنا ما جيناش هكذاك on a pas été parachuté comme ça par hasard on a travaillé on a souffert on a كيما يقولوا خدمنا حياتنا كامل jusqu'à la fin de retraite et voilà et enfin كيما يقولوا على اخر عمر ناصبنا رحنا sans toi واش اخر كلمه لك سي محمد انا نقول لك صراحه يعني راني تاسفت بزاف بعد ما قلت لك يعني سيرتو كي باع الدار وشغل واش سمعنا التصريحات تاع الاستاذ يقول لك يقول لك باللي محسوب كي عنده العقد هذا ثم عنده كل شيء العقار يرجع له هذا انا متاسف بزاف لخاطر يعني مانيش عارف دوك ولا في جهات اخرين في بلدان اخرين يعني هاد الامور تكون كيف يعني بعد ما كاين قاضيه وقاضيه ياخذوا القضيه وما ياخذوش بعين الاعتبار قضيه اخرى هذه راني نتاسف عليها وما دابيا بالك ربما يعاودوا ينظروا في هذا الملف وان شاء الله يكون القرار
وربي هو اللي يحكم على كل حال. ربي ما بيد كاين ربي سبحانه، حنا نمنوا بربي سبحانه ورانا توكلنا على الله سبحانه، وربي ان شاء الله هو يفرج علينا ويفرج على جميع المؤمنين ان شاء الله. احنا القضيه تاعكم سي بوسيدا راهي موجوده عند ربي، ربي يكون ان شاء الله معكم، وموجوده كذلك عند الشعب الجزائري، وكذلك الشعب الجزائري يحكم ونقولوا بهذه يعني القضيه هي تكون ربما بوابه لقضايا اخرى. بعثوا لنا كذلك يعني عنده قضيه يبعث لنا، وانا ان شاء الله يكون سويفي سي محمد، ان شاء الله يكون سويفي، ان شاء الله يكون حلول كذلك يبعث لنا بها المشاهدين. كاين بعض المشاهدين كذلك عندهم ممكن حلول، طاحوا في نفس المشكل، عندهم يعني نفس القضيه، ممكن نتوصلوا الى حلول. قبل ما نكملوا ممكن عندي سؤال، يقول هل تلقيتوا تهديدات من قبل هذا الشخص هذا بالذات؟ صراحة أنا ما تلقيتش. نعم. يعني ما من ما سي مع البنت. نعم. ها؟ هي معي ياسمين. مع بنتنا. مع بنتنا. ألا ما تخرجيش؟ يعني هي هذه بنتكم اللي ما كو لا 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 كو قاعدين عندها هنا. يعني واش قالها؟ قال ما هددها ما تخليها ما خلاهاش تخرج لل. إيه واحد الوقت كان يهدد فيها زعما كي شافنا احنا رفعنا هاد الشيء وذا. يقولها باللي انا قادر ما تقدريش ترجعي، خاطر هي كانت في الجزائر. ايوا قالها ما تقدريش ترجعي. يعني جات زارتكم. جات زارتنا واش ما خلاوش ترجع لبريطانيا. لا هو يهدد فيها. يهدد فيها يعني. قولها قادر محسوب نوقفك ما نخليك تعاود ترجع. بون على كل حال كان كلام الله اعلم. الحمد لله هي كي رجعت نورمال يعني ما هي ما صرا لها حتى اي مشكل على كل حال. وهذا هو. انا شخصيا ما هددنيش على كل حال باش ما نكذبش، ما هددنيش وما يقدرش يهددني على كل حال. مالقر الشيء اللي داروه ما يقدرش يهددني. انسان اللي بالك ربما لو كان ماشي هذا المشكل ما نتلاقاش معاه خلاص، وين نتلاقى معاه باش يهددني ولا نهددو؟ ما نتلاقاوش. ربي ان شاء الله يجيب الخير. ونشكركم على حضوركم معنا، ونشكركم انتم كذلك مشاهدي الافاضل على متابعه هذه الحصه، وان شاء الله تكون حصص اخرى، ونتابعوا ان شاء الله القضيه، قضيه سيد بوسيدا وقضايا اخرى، الى ان نفتح معكم مواضيع اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.